بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. بسم الله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات. الحمد لله الذي علم العثرات فسترها على أهلها وأنزل الرحمات ثم غفرها لهم ومحى السيئات، فله الحمد ملء الأرض وملء السماوات. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا مفرج للكروبات إلا هو، ولا مقيل للعثرات إلا هو، ولا مدبر للملكوت إلا هو سبحانه وتعالى، لا سامع للأصوات إلا هو، ولا ينزل الغيث إلا هو. سبحانك ربنا، ما انتصر دين إلا بمداد عزته، وما اقشعرت القلوب إلا من عظمته، وما سقط حجر من جبل إلا من خشيته. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين. سيدي يا رسول الله، نشهد أنك قد أديت الرسالة، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وكشف الله بك الغمة، وجاهدت في سبيل الله حتى أتاك اليقين. سيدي يا رسول الله، ما مر ذكرك إلا وابتسمت له، كأنك العيد والباقون أيام. أو حام طيفك إلا طرت أتبعه، أنت الحقيقة وكل الخلق أوهام. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد أيها الأحباب، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. في ليلة جديدة من هذه الليالي الكريمة، الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف تحت رعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويقام هذا الأسبوع في مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة. أيها الأحبة الكرام، معنا قارئا في هذه الليلة، القارئ الشيخ محمود محمد القشت، ومبتهلا الشيخ كمال أبو عرب. معنا علماؤنا الأفاضل الأجلاء الذين سنرتوي منهم ونتعلم منهم كثيرا هذه الليلة إن شاء الله، في حوار حول موضوع ندوة اليوم تحت عنوان حقوق الزمالة والجوار. أرحب نيابة عن حضراتكم بعالمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الفتاح مصطفى غنيمة، الأستاذ بكلية الآداب جامعة المنوفية، عضو مجمع البحوث الإسلامية. أيها الأحباب، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إكرام الجار وإكرام الزميل مبدأ سام من المبادئ السامية التي يحثنا عليها ويعلمنا إياها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من أدبه ربه فأحسن تأديبه، وعلمه فأحسن تعليمه. أدبه ربه فأحسن تأديبه، وعلمه فأحسن تعليمه، وجعله قدوة لنا وأسوة. فقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الأحباب، نستهل هذا اللقاء الكريم بخير الكلام وأطيبه
وأصوبه وأعذبه. بعد أن نرحب بحضور الدكتور سيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة وعدد من السادة العلماء الأفاضل بأوقاف الجيزة، جزاهم الله خيرا على هذا الجهد الذي يقومون به خدمة لهذه الليالي وهذه القضايا المهمة التي تحرص وزارة الأوقاف على طرحها ومناقشتها، تسليط الضوء على إيجابياتها ومحاولة معالجة سلبياتها حتى نصل بالفرد والمجتمع إلى أتم وأكمل صورة إن شاء الله. نستهل هذا اللقاء بالقرآن الكريم. قارئنا فضيلة القارئ الإذاعي والتلفزيوني المعروف فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
الجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا للكافرين عذابا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا
استمعنا إلى آيات بينات من فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشب، استهللنا بها هذا اللقاء الكريم، هذه الندوة الثقافية الدعوية من الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي بمسجد الاستقامة بميدان الجيزة، والذي تنظمه وزارة الأوقاف بتوعية وبإشراف من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حرصا من الوزارة على خدمة رواد بيوت الله تعالى وخدمة من يتابعون هذه اللقاءات عبر صفحة وزارة الأوقاف على الإنترنت. أيها الأحباب، نبينا صلى الله عليه وسلم من أرسله الله رحمة للعالمين حرص على أن يبني مجتمعا إسلاميا ينعم بالسلم الاجتماعي وإشاعة روح الحب والمودة والوئام والتآخي بين الناس جميعا. من أجل ذلك وضع نبينا صلى الله عليه وسلم مجموعة من الآداب التي علمها الصحابة الكرام لكي نتعلمها نحن من بعدهم ونسير عليها حتى نصل إلى درجة من درجات الكمال البشري الإنساني. هذه الآداب هي التي جاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يعلمنا إياها علماؤنا الأفاضل الكرام. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. حضور حضراتكم هذا الحضور المشرف المفرح يدل على أهمية هذه اللقاءات وعلى هذه الثمار الطيبة التي تؤتيها هذه الندوات وهذه اللقاءات التي تقوم عليها وتنظمها وزارة الأوقاف. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم وللجميع القبول والإخلاص بإذن الله تعالى. أيها الأحباب، معنا اليوم عالم من علمائنا الأجلاء الفضلاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده من العلم والفضل. سنتعلم منه كثيرا إن شاء الله حول قضية اليوم التي نناقشها في هذه الندوة، وهي حقوق الزمالة والجوار. معنا الأستاذ الدكتور عبد الفتاح مصطفى غنيمة، الأستاذ بكلية الآداب جامعة المنوفية، عضو مجمع البحوث الإسلامية، فليتفضل مشكورا موفقا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد نبي الله، صفي الله، خليل الله، حبيب الله، أول خلق الله، أشرف خلق الله، خاتم رسول الله. وبعد، هناك ثلاث منظمات دولية عالمية نشأت كلها بعد عام 1945، كانت أول
منظمة دولية كانت منظمة جامعة الدول العربية، أول منظمة نشأت في العالم كله كانت منظمة جامعة الدول العربية، وبعديها بسبعة أشهر كانت منظمة الأمم المتحدة، أو التي كانت تسمى قبل ذلك عصبة الأمم. وقبل أن تكتب في أوروبا ما يجب أن يكتب في نشأة المنظمات وما يحكمها، جه مندوبين وخدوا اللائحة بتاعت جامعة الدول العربية، وخاصة ما يخص قضية الجوار. وفي نفس الوقت كان مهتمين جدا علماء أوروبا المهتمين بالحوار اللي هيكتبوه بالنسبة للأمم المتحدة، إنهم يراعوا شعور جميع شعوب الأرض وجميع الأديان السماوية وجميع الأعراف اللي هي كانت بنسميها الأديان، وأيضا الأديان الوضعية اللي كانت في الصين والهند بالذات. وفي نفس الوقت انتدبوا بعض الأساتذة، وكان معاهم مترجمين من أساتذة الشريعة الإسلامية، وكان منهم الشيخ أبو زهرة عليه رحمة الله. والحاجات اللي اتفقوا عليها كانت كالآتي الخاصة بالجوار: أول كل حاجة مبدأ حسن الجوار، ده بالنسبة للدول، وما ينطبق على الدول ينطبق على الأفراد أو ينطبق على القبائل والأفراد. وبعدين مبدأ عدم التدخل، وبعدين تعزيز التضامن والسلام، وبعدين حل المنازعات بالسلم والمودة، وبعدين خدوا المشاركة في الأفراح والأطراح. ده اللي خدوه من جامعة الدول العربية، وخدوه أيضا من أساتذة الشريعة الإسلامية في مصر. في نفس الوقت كان هناك عدد كبير جدا من المستشرقين اللي هم الأجانب، فرنسيين، ألمان، إنجليز، هولنديين، نمساويين، من كل دول العالم، اللي كانوا مهتمين بدراسة القرآن والسنة، مهتمين بدراسة الدين الإسلامي بالتحديد. ودولهم كان لهم مدارس كثيرة جدا من القرن السادس عشر في كل دول أوروبا، وكان اهتمامهم الكبير بدراسة اللغة العربية الفصحى والعامية من أجل الوصول إلى معرفة شعوب هذه المناطق، سواء كان لهم أغراض كان لهم مصالح، إنما كانوا مهتمين. وكانت هناك مدارس كبرى وبيتصرف عليها في فرنسا وفي ألمانيا وفي إنجلترا وفي أغلب الدول. في نفس الوقت كانوا بيجوا الدول العربية ومنها مصر، وبعضهم جه وعاش في مصر 30 و35 و40 و60 سنة، وعاش في مصر ومات في مصر. وبعضهم خلال فترة عمله في مصر عين أستاذاً في جامعة القاهرة، وخاصة اللي كانوا مهتمين بالفنون الإسلامية واللي هم درسوا جميع مساجد اللي موجودة على وجه الأرض، ليس في مصر فقط ولكن في كل دول العالم الإسلامي، عشان يفهموا الإسلام. كان من ضمن الحاجات اللي شغلت بعض هؤلاء المستشرقين الحديث الشريف الطيب الجميل: ظل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكتبوا ده كونه يورثه معناه أصبح من العصب، مدام أصبح من العصب يبقى على قمة صلة الرحم. واللي كتبت في هذا الموضوع وجت مصر
واحدة اسمها إيني ميري شميل، وعليه رحمة الله أستاذنا الجليل الدكتور محمود حمدي زقزوق كتب عنها كتاب في هذا الشأن، وجات مصر وعملت محاضرات هنا، وكانت مهتمية جدا بالقيم الإسلامية التي ارتبطت بقضية الجار والجوار. لأن كان أحب شيء إليه شيء في الدنيا السيرة النبوية العاطرة، دي كانت أحب شيء إليه. فجمعت بعض القيم التي ترتبط بأهمية الجيرة والجوار. إيه هي القيم دي؟ الاحترام، التكافل، المحبة، الحب، التعاون، الوفاء، الحوار، البر، الانتماء، الصداقة، البشاشة. واتكلمت على كل قيمة من هذه القيم وأهميتها. يعني الاحترام، الاحترام أساساً مفروض عادةً في الشعوب العربية بيكون للأب والأم والمعلم والجار والصديق. برضو الاحترام بيكون بمعنى التقدير والإحسان، وكتبت كثيرا جدا في الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، جابتها من كل كتب التراث. وبرضو الاحترام بيكون عادة للنظام اللي موجود في الدولة أو النظام اللي موجود في البيئة، في القرية، في المركز، في أي مكان فيه مجموعة من البشر، سواء جانب القبلي موجود أو جانب اللي احنا بنسميه جانب التحضر. وما كتبت عن التكافل كان بيعتبر التكافل بسبيل الإغاثة لمن يحتاج. التكافل لأنه من أكبر القيم المنتشرة بين المسلمين. في الانتماء اهتمت جدا ان الانتماء كان احد اسباب كثرة التعليم، لان الكتاب والمدرسة ايا كان مستوى المدرسة وايا كان مستوى التعليم اكبر حاجة بتنمي درجة الانتماء بين الافراد الموجودين فيه. ولذلك اي حد فينا بحمد الله ما بينساش أصدقاء الكتاب ولا زملاء الكتاب ولا زملاء المدرسة الابتدائية والإعدادية، دول يمكن بتوع الجامعة بيتنسوا، إنما الانتماء الحقيقي بيكون دائما في فترة معينة من مراحل السن، وهي مرحلة النشأة. وفي نفس الوقت برضو من الحاجات اللي بتوجد الزمالة وبتوجد التدريب، يعني ما بيكون النهاردة أي ناس في مركز تدريب وبيتعلموا مهنة معينة من أجل المستقبل أو من أجل العمل، بتجمعهم هذه الزمالة، وبيبقى لها قيمة كبيرة جدا إن إحنا كان تدريبنا أو كان تعليمنا أو كان في المكان الفلاني. البر، قيمة البر، لأن هي مفروض ترتبط أساسا برعاية الأمومة والطفولة، ده في الأساس. إنما في نفس الوقت لازم الإنسان يفهم كلمة تنفق مما تحب، تنفق مما تحب، لأن من أكثر الأشياء التي يحبها الإنسان المال. وحتى هو بيصرف كده بيبقى يعني خايف أو خايف يقل، أو فيعني بالعكس الإسلام بيحط بس انفق وما تخافش، هترزق وهيتسع الرزق، بس عليك إنك تنفق ولمن يستحق. في نفس الوقت جابوا كلمة المحبة وذكروا فيها إن محبة الله ورسوله تفوق أي محبة، وتكون على رأس المحبة في أي مجال، وبعد كده تحب من شئت، وفي نفس الوقت يبقى لك أسوة وقدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبرضو المحبة ربطوها بالرحمة والمودة، كثرة الرحمة وكثرة المودة لمن نحب. في نفس الوقت لما جم على قيمة الحب ربطوها بقيمة الود، كثرة الود تولد الحب، وكثرة الحب يولد الود.
فالإنسان يود أو يود الناس اللي بيحبهم وأيضا هم بيودوه، وحتى أن يصل الإنسان إن هو يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ده الأساس. وبرضه جه في قيمة التعاون، بيبقى مطلوب التعاون المثمر، يعني نتعاون فيما هو مثمر للآخرين أو فيما هو مثمر لأنفسنا أو هو فيما مثمر لعائلتينا أو ما فيه مثمر لجيراننا أو لأهلنا. وده مهم جدا إن احنا التعاون يكون تعاون مثمر أساسا، إن احنا بنتفق على حاجة للجيران كلهم، اللي هي مثلا اللي بتتعمل النهاردة في المساجد أو اللي بتتعمل في الجمعيات الخيرية، على أساس إن كل جمعية خيرية بتخدم المنطقة الجيرة اللي هي فيها أو موجودة فيها، وفي نفس الوقت بيطبقوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي نفس الوقت التعاون يكون بروح الفريق، ما نختلفش، لا كلنا بنبذل الجهد وبنبذل العرق وبنبذل وبنبذل من أجل روح الفريق، من أجل الجماعة ككل. جم على الوفاء، قيمة الوفاء، اهتموا جدا بما نسميه التحالف الفعال. يعني احنا النهاردة وفقنا نكون مجموعة كده وبنسند صديق لنا او زميل لنا بيجوز اولاده، جراله مصيبة واحنا بنحاول ان احنا نفك عنه هذه الازمة وهذه المصيبة ونتعاون كلنا مع بعض، بتبقى دي درجة من درجات الوفاء الواجبة او الضرورة لهذا الموقف. طبعا ومن اوفى بعهده من الله، دي اساسا. فالتحالف يكون التحالف الفعال. في قضية أيضا أو مبدأ أو قيمة الحوار بنهتم جدا، الحوار أساسا من أجل التفاهم، نتحاور نتجادل بيكون أساسا لتقريب وجهات النظر لكي نتفق على رأي، وبرضه يكون الرأي ده في صالح الفرد وصالح الجماعة، ليس لصالح أحد على أحد، لا لصالح الفرد والجماعة، صالح الأرض، وفي نفس الوقت يخدم الجيرة ويخدم الجار. في نفس الوقت الحوار دائما مطلوب فيه إن إحنا نبحث عمن يستطيع أن يجتهد في الرأي، يعني عايزين رأي ورأي تاني ورأي ثالث، وأكثر هذه الآراء اجتهادا لخدمة القضية التي إحنا عايزين نقوم بها. فيبقى لابد أن يكون هناك درجة من درجات الاجتهاد، أو نبحث عمن اجتهد في هذا المجال علميا أو ثقافيا ونأخذ برأيه. في نفس الوقت احنا بنقول الحقيقة كثير من المستشرقين الأجانب اهتموا بهذه القضية، ولذلك قلنا إن كان في منظمة الأمم المتحدة وبرضه الحقيقة في منظمة المؤتمر الإسلامي اللي اتعملت بعد كده، لأن النهاردة في منظمتين كبار جدا في العالم، الأمم المتحدة دي فيها 14 وكالة، وبرضه منظمة المؤتمر الإسلامي فيها بنفس المثل، على أساس كلهم بيخدموا الأفراد والجماعات على مستوى شعوب الأرض كلها. يمكن منظمة المؤتمر الإسلامي بتهتم بالمسلمين وعالم المسلمين أكثر من أي شيء، ولكنها تخدم أيضا كثير من بقاع الأرض، لمجرد لو هناك كوارث، لو هناك إغاثة، لو هناك أي شيء بتدفع وبتدفع الكثير في هذا المجال. من ضمن الحاجات اللي اهتموا بها أرضيا برضو خاصة بالجار والجوار الصداقة، لأن الصداقة بتوصلنا إلى درجة عالية من الصدق، والصدق من ضمن القيم، سلم من الأرض إلى السماء، ومن يرغب أن يصعد على هذا السلم يصعد إلى أقصى ما يستطيع، أقصى ما يستطيع في كل القيم، السلم من الأرض إلى السماء، إلى أن تصبح صديقاً، يريد تبقى صديق كما كان الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت دائماً الصدق والصداقة والصديق دائماً كل واحد منهم مرآة للآخر، يعني إذا كنت عايز تعرف أي إنسان اعرفه من صديقه، صديقه الفعلي،
لأن الصداقة اختيار وتفضيل. أنا اللي بختار الصديق وأفضله لجوانب أخلاقية، لجوانب قيم، لجوانب رجولة، لجوانب تحمل الشدائد، لجوانب كثيرة جدا يجب أن نحسن اختيارها. في نفس الوقت مفروض الصداقة بتظهر في السراء والضراء، ليس في وقت لا، في السراء والضراء، ويمكن في الضراء أكتر، في المحن أكتر، في الشدائد أكتر، لأن إحنا عارفين الشدائد محك الرجال، والحاجة الوحيدة اللي تبين الصادق والصديق هي أساساً هذه الشدائد التي يمكن أن تلم بأي حد. في نفس الوقت الحقيقة عايزين نقول البشاشة كلنا عارفين من أهم الحاجات اللي إحنا حتى بنهتم بيها كمصريين، لا قيني ولا تغديني. البشاشة مطلوبة وصدقة، وصدقة وصدقة كبيرة جدا، ومن الحاجات اللي تنقصنا إن إحنا مفروض يعني تبقى البشاشة على وجوهنا جميعا. وحتى من ضمن القضايا اللي بحثت كثيرا في مصر بالذات، مصر المفروض إنها تكون من أولى دول العالم السياحية في العالم، عندهم بشاشة الوجه المصريين، ولكن أحيانا يلفوا ويدور بالذات اللي بيعملوا في مجال السياحة، السواقين والمطاعم كل الحاجات دي ما فيهاش الصدق والأمانة، وهو بيعتبر طالما دخل السائح بيتك أصبح منك وجارك. فمن ضمن الحاجات اللي جميلة قوي البشاشة موجودة ولكن فيها شوية لف ودوران، يعني قد تكون من أجل استنزاف الآخر، قد تكون لها حاجات كتير جدا. وما زالت من القضايا التي تبحث الحقيقة، لأن نفسنا إن اللي بيعملوا في مجال السياحة وبيستقبلوا السياح بدءا من المطار أو المينا ونزولا إلى المطاعم والفنادق وكل الأماكن دي تكون البشاشة بتاعتهم على صدق وأمانة وما فيهاش أي جانب لاستغلال الآخر. فالبشاشة من ضمن الأمور ومن ضمن القيم اللي اهتم بيها أيضا المستشرقين اللي هم بيدرسوا الإسلام عشان بيفتشوا على إيه الجوانب المضيئة وإيه الجوانب اللي هم ممكن يدخلوا منها عشان فإحنا بنقول مبدأ حسن الجوار من المبادئ الهامة جدا في حياتنا جميعا، في العمائر بتاعتنا، في بيوتنا، في الريف، في الحضر، في اسكندرية، في مصر، في أي مكان. كل واحد والله لو أحسن الجوار وأحسن التعامل مع جاره هو الكسبان. عندنا واحد اسمه مراد هوفمان، وده كان سفير ألمانيا في الجزائر. فجأة حصلت له حادثة وطالع ناس كتير، ده خبطوا على بيته، جاره فتح بابه، ايه قال له ده مراتك كانت بالعربية وعمل لها حادثة والحق. فنزل معاه جاره، ففوجئ ان جاره هو اللي جاب الاسعاف وهو اللي سائل الاسعاف وهو اللي خده بجري على المستشفى، هو جاره. فاما راح هناك عايزين يقول لها دم بسرعه، فالجار ده قال له انا نفس الفصيله، انا او ودي بتبقى لكل حاجه. فقعد وهو جنبها، هو طبيب، ونقلوه منه دم وهو. فسالوا في الاخر انت عملت كده ليه؟ لو عايز اديك مكافاه، لو عايز اديك حاجه، قال له لا، احنا عندنا في الاسلام بنحط على هذه الامور، لان التجار دي كانت سبب ان مراد هوفمان يقرا في الاسلام ويجيد العربيه فصحى وعاميه ويدخل الاسلام ويحسن الاسلام. هذا وبالله التوفيق. شكرا الأستاذ الدكتور عبد الفتاح مصطفى غنيمة، الأستاذ بكلية الآداب جامعة المنوفية، عضو مجمع البحوث الإسلامية. عشنا مع عدد من الأخلاقيات والدروس التي يجب أن تسود بيننا جميعا لكي يعم الوئام والإخاء والمحبة التي يحثنا عليها ديننا الحنيف ويعلمنا إياها رسولنا رسول المحبة والسلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جاءت هذه الكلمة ضمن فقراتنا الليلة في هذه الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هنا بمسجد الاستقامة في ميدان الجيزة. وندوة الليلة تقام تحت عنوان حق الزمالة والجوار. هذه الأمور التي علمنا إياها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس لمجتمع تملأه المودة والمحبة والسلام، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما حق الجار؟ ما حق الجار يا رسول الله؟ قال: إن استعانك أعنته، وإن استنصرك نصرته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإذا اشتريت فاكهة فأهدي إليه منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده، ولا تؤذه بقتار قدرك أي رائحته إلا أن تغرف له منها. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون حال المسلم مع أخيه ومع جاره ومع زميله. هذه أخلاقيات لو سادت بيننا أو سادت في أي مجتمع سيمتلئ بالمحبة والسلام. المحبة والسلام تؤدي دائما إلى النمو والرخاء، والعكس بالعكس. لكي تنعم بلادنا ومجتمعنا بالأمن والأمان والسلام والرقي والتقدم والتمدن، لا بد أن نطبق هذه التعاليم وهذه الأسس وهذه الأخلاقيات التي علمنا إياها رسول السلام ورسول المودة والمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، ونستزيد من هذا المعين الذي لا ينضب، نستزيد من ميراث النبوة، نستمع إلى هذه الكلمة من الدكتور سيد مسعد وكيل وزارة أوقاف الجيزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى من والاه أفضل سلام وصلاة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في الأولين، وصلي وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصلي وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. ثم أما بعد، فيا أيها الحضور والمشاهدون الكرام، إن اختيار تلك الموضوعات التي تهم مجتمعنا مع تنوع الاختيار ما بين إيمان بالله عز وجل وشريعة من الشرائع وعبادة من العبادات وخلق من الأخلاق وسلوك يجب أن نعيشه كما ينبغي. فأول لقاء كان عن الصلاة، واللقاء الثاني كان عن خلق من أخلاق الإسلام وهو خلق الحياء. واليوم مع أدب الجوار والزمالة، والزمالة هي أيضا من الجوار، فقد يجلس الإنسان مع زميله أكثر مما يجلس مع أهل بيته، وله حقوق وعليه واجبات. وفي البداية أقول: قد يظن بعض الناس أن الدين هو الأركان فقط، صلاة وزكاة وصيام وحج بعد الشهادتين، ولكن الأمر غير ذلك، ولكن الأمر غير ذلك.
فالآيات التي استمعنا إليها في بداية لقائنا أمر ربنا سبحانه وتعالى بعبادته وحده، ثم بعد ذلك كلها أفعال اجتماعية مأمور بها الإنسان: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كل هذا يأتي مقترنا بعبادة الله سبحانه وتعالى، إذ علاقة الإنسان بالإنسان في هذه الحياة لها امتداد ولها صلة بالعقيدة وبالإيمان بالله عز وجل. فالإنسان الذي لا يحسن إلى جاره لا يبلغ مبلغ الكمال في الإيمان، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من هو يا رسول الله؟ من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره، وحط خط تحت كلمة شروره، أي شر يأتي من الجار يجعل صاحبه ليس كامل الإيمان. فالأفعال الاجتماعية هذه لها علاقة بالعقيدة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ما قالش كثرة الصلاة وكثرة الصيام والزكاة والحج، مع أن هذه أفعال يعني لها أجرها عند الله سبحانه وتعالى، ولكن قال: أفشوا السلام بينكم. والسلام ليس بالكلمة فقط، وإنما أن يسلم جارك من أذاك وشرورك. فالجار هو أقرب واحد لجاره، ولذلك أنت فاكر أن الجار هو اللي جنبك بس، شوف قالوا في حد الجوار من هو، حتى قالوا 40 دارا جار، يبقى 40 على اليمين و40 على الشمال، ها، والشرق والغرب، فشوف 40 من كل جهة. وقيل من يسمع النداء، كل من يسمع النداء فهو جار، فما بالك بجارك الملاصق. والآيات والأحاديث التي وردت في الجوار لم تفرق بين جار مسلم وجار غير مسلم، فهي ذكرت الجوار مطلقا. ولذا قالوا إن هناك من الجيران من له 3 حقوق، يبقى له فوق حق الجوار حقان آخران: المسلم القريب له حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة. وهناك جار مسلم ليس بقريب، له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وهناك جار غير مسلم وغير قريب، لم يقولوا ليس له حقوق، وإنما له حق الجوار. فكل ما ورد في حق الجوار وآدابه ينطبق على المسلم وغير المسلم، والمسلم والقريب ربما له زيادة في الحقوق. إذا كانت الأفعال الاجتماعية مرتبطة بالعقيدة، فأيضا الذي يفعل الفعل ولا يؤمن بالله عز وجل غير مقبول منه. السيدة عائشة رضي الله عنها تسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن جدعان كان يطعم الطعام، فهل ذلك نافعه يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يؤمن بالله عز وجل.
فربما وجد ثواب هذه الأفعال في الدنيا، لكنه ليس له ثواب عند الله سبحانه وتعالى. هذه الأفعال عبادة من العبادات، بمعنى أنك إذا أحسنت إلى جارك تأخذ حسنات على ذلك، فإذا ما أسأت إلى الجار تعاقب أيضا، فليس الأمر متروكا لك، إن فعلت فبها ونعمت، وإن لم تفعل فلا. فالذي لا يحسن إلى جاره يعاقب على ذلك، والذي يؤذي جاره يعاقب أيضا على هذا الإيذاء. فهي عبادة من العبادات، والعبادة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، وتأخذ الأحكام الخمسة، إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو حراما. فإيذاء الجار محرم، حرمه الله سبحانه وتعالى. ودرجات الإحسان تتفاوت ما بين الواجب والمندوب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن للجار حقا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث الشريف، عندما يسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الزنا فيكم؟ الزنا الحرام حرمه الله وحرمه رسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره. الزنا حرام، ولكن أشد حرمة عندما يكون بحليلة الجار. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب، قال: أن تشرك بالله سبحانه وتعالى. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك أو بحليلة جارك. الجار المفروض أن يأتي من جواره الأمن والأمان، كما استمعنا في الكلمات الطيبة التي سبقت، أنه لابد أن يكون الجار بشوشا يأتي منه الخير لجاره. فإذا ما جاء الشر منه فإن العقاب يكون أشد، ليس عقابا عاديا. ولذا في الحديث أيضا: ما تعدون السرقة فيكم؟ قالوا: حرام حرمها الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق الرجل من عشر أبيات، من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره، لأنك تعرف مدخله ومخرجه، ولذا لابد أن يأتي الأمان منه، يأمنك. من لا يأمن جاره بوائقه ليس كامل الإيمان عند الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا ما علم أن هذه الأشياء، هذه الأفعال الاجتماعية التي تتعلق بالناس يؤجر عليها ويحاسب عليها ويثاب عليها، والله سبحانه وتعالى يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. شوف اللي بعد هذه الآية أو الآيتين: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. عايز أقول لك إن كلمة مثلها أيضا تدعو إلى العفو. كلمة مثلها وكلمة بمثل ما عوقبتم به تدعو إلى العفو، لأنك إذا أردت أن تأخذ بثأرك فهل ما تزيد به تحاسب عليه أم لا؟ تحاسب عليه. والممنوح لك أو المباح أن يكون المثل فقط، فإذا ما زدت عن المثل عوقبت عليه. فهذه الكلمة، كلمة بمثل، تدعو إلى العفو. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح
فأجره على الله. يبقى إذن كلمة مثل أيضا لا تدعوك إلى الثأر وإنما تدعو إلى العفو. لو واحد شتمك بتقول له يا ابن ستين وتكمل وتضرب في كذا، لو ضربك ألم هل تستطيع أن تضربه يعني بنفس القوة وبنفس المكان ولا تزيد؟ لا. يبقى إذن هذه الكلمة كلمة مثل أيضا تدعو إلى العفو. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولذا جزاء العافين عند الله سبحانه وتعالى أن يقول الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة: خذ بيد أخيك فادخل هذا القصر، لأنه هو الوحيد الذي يمتلك ثمنه بعفوه عن أخيه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يصلح بين عباده في الآخرة فأصلحوا ذات بينكم في الدنيا، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. تجد بين الجيران الشرور وتجد الآثام بين الشرور، ولا يعلم صاحب أو يعلم الجار صاحب الأذى أنه معاقب ويحاسب على ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. فكيف بمن لا يعلم عن جاره شيئا؟ هناك والله في بعض الأماكن لا يعرف الجار جاره ولا يعرف من هو الجار الملاصق له، مش 40 ولا 39، الملاصق له ربما لا يعرفه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه أن يهدوا إلى الجيران، لأن الهدية تأخذ أو يعني تزيل سخيمة القلب، البغض بين الجيران ولو كان شيئا يسيرا. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. الفرس نشاء جزء من اللحم قليل على العظم في رجل الشاء. لا تحقرن جارة لجارتها، العاطية المعطية ولا الآخذة؟ الاثنين. فانت ما تجيش تستقل حاجة ربما وتقول مش اعطيها للجار لانها قليلة. لا، لا تحقرنها، لا تحقرن حتى الكلمة الطيبة، حتى لوجه البشوش، حتى الابتسامة في وجه اخيك. او لا تحقرن ايضا الاخذة، هي جادت بما عندها وجادت يعني بما تجود به. يا ابا ذر اذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. وكما استمعنا يعني لا تؤذي جارك بقتار قدرك بهذه الرائحة، فكيف بمن يؤذي جاره برائحة يعني ليست رائحة طعام وإنما رائحة تؤذي الجار وتفسد عليه صدره وربما يكون مريضا؟ كل هذا حتى يعني لا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. إن شريعتنا الغراء راعت الناس وراعت حقوقهم وأوصت بهم وجعلت العلاقات بين الناس عبادة من العبادات يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. فاتقوا الله في جيرانكم واتقوا الله في أنفسكم، لأنكم تظلمون أنفسكم بظلمكم وإساءتكم لجيرانكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، عاملنا اللهم بما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اجعل خير عملنا خواتيمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا الدكتور سيد مسعد وكيل وزارة أوقاف الجيزة على هذه الكلمة الطيبة التي هي عبارة عن مجموعة من الدروس والأخلاقيات التي علمنا إياها رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، حتى تكون العلاقة طيبة بين الجار وجاره والزميل وزميله وكل أفراد هذا المجتمع. سيدنا الشيخ أبو حامد
الإمام أبو حامد الغزالي لخص هذه الحقوق، حقوق الجار على جاره، فقال: وجملة حق الجار أن يبدأه بالسلام، ولا يطيل معه الكلام، ويعوده في المرض، ويعزيه في المصيبة، ويقوم معه في العزاء، ويهنئه في الفرح، ويظهر الشركة في السرور معه، ويصفح عن زلاته، ولا يتطلع من السطح إلى عوراته، ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره، ولا في مصب الماء في ميزابه، ولا في مطرح التراب في فنائه، ولا يضيق طرقه إلى الدار، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره، ويستر ما ينكشف له من عوراته، وينعشه من صرعته إذا نابته نائبة، ولا يعمل عن ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته، ويغض بصره عن حرمته، ولا يديم النظر إلى خادمته، ويتلطف بولده في كلمته، ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه. بالله عليكم، إذا قام كل منا بكل هذه الأمور وهذه الأخلاقيات وهذه الدروس إلى جاره، فكيف سيكون حال هذا المجتمع؟ هذه الصورة التي ربما يعجز البعض عن إدراكها وتصورها، إذا قمنا بكل هذه الأمور، هذه الصورة هي الصورة المثلى التي يدعونا إليها ديننا الحنيف، دين المحبة والسلام. ونبينا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أمرنا سبحانه وتعالى بأن نتخلق بأخلاقه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. وهذا أحد واحد من رواد هذه المدرسة، مدرسة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال عنهم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، جاءه رجل وقال له: إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي. فقال له سيدنا عبد الله بن مسعود: اذهب، فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه. إن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يتخلقون بأخلاق الإسلام ويتأسون بنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة أيها الأحباب جاءت ضمن فقرات هذه الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف، برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، هنا في مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، مع الأستاذ الدكتور عبد الفتاح ملمح. تفضل التعليق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أتمنى أن البعض أو الكل يعاهد نفسه، بينه وبين نفسه كده، مش هقول أي لفظ خارج للجار ولا الغير جار، وحيحسن لساني مع الجميع، يعاهد نفسه بينه وبين نفسه، هتحسن أخلاقي وأسوة لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أنا مش هأسيء لحد مهما هو أساء، لأن إحنا قاعدين نقول ضربني ألم أضرب له ألمين، شتمني أشتمه، لا، جرب كده إن هو حتى لو شتمك 100 مرة كن بشوش في وجهه واضحك وقول له: مش هشتمك. أنا أخلاقي أخلاق الإسلام، أنا لن يخرج لفظ خارج من فمي لك ولا لغيرك. قول ما شئت، أنا لا مش هقول، جربها. أنا حدث معايا شخصيا، سايق العربية، واحد سايق حاجة جنبي، فقال لي: يا حمار يا ابن الكلب. فضحكت، اتقابلنا في اول اشاره، فقلت له: لو سمحت، انت عرفت ازاي ان انا حمار وابن كلب وانا مش كاتب يافطه؟
وانا فقال لي مراته كانت جنب منه عرفت بعد ذلك قلت لي والله ده اول مره قلت معلش قلت لها والله انا ما زعلان والله لو قال لي قد كده الف مره ولا في اي حاجه لو تزعلي ولا اي شيء بس انا بساله عرف ازاي ان انا حمار وانا انا الوحيد اللي عارف فلف نزل من العربيه وقال لي نتعرف قلت له انا حمار ابن كلب اقسم بالله بقاله 7-8 سنين بيتصل بي في كل المناسبات ويقول لي كلام طيب بس فاحنا بنقول جربوا ان احنا نتعايش مع الناس بسلام وسلم جار وغير جار جار وزميل لان على فكره النقابات المهنيه كلها نشاتها في العالم كله كانت من اجل ان تجمع الناس على حسن التعامل في زماله المهنه احنا ساعات الغيره ساعات يعني حب الدنيا ساعات المظاهر الكذابه بتعمينا وبنتصرف تصرفات كتير لا احنا عايزين كل واحد فينا من الان يقدر اللي فيكم يقدر يعاهد نفسه انا هكون مسالم للناس جميعا واللي يغلط يغلط لسانك لا تذكر به عوره امرئ فكلك عورات وللناس ألسون يعني مش اكتر من كده انت ما تخرجش لسانك لا لسبب الناس هتكب على وجوهها يوم القيامه بحصاد ألسنتين طب ليه ما اللي يغلط يغلط انا ما غلطش وحاولين نزرع ده فينا كلنا يا ريت تزرعوا وشكرا وصدق الله العظيم اذ يقول الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. ايها الاحباب اسمحوا لنا ان نختم هذا اللقاء الكريم هذه الليله الجميله الرائعه بحضور حضراتكم وبحضور الساده العلماء الكرام نرفع وكف الضراعه الى الله نبقى مع الابتهالات مع المبتهل الشيخ كمال ابو عرب. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى إمام العلوم إمام العلوم وبحر الوفا سيدي يا رسول الله يا مكبرا
الله أكبر الله أكبر أشرقت أنواره وأتى البشير يزف بشرى أحمد. دنيا من ثبات الكيد ترى حدثا جليلا بالموعد وصاحت على صوت الأذان مكبرا للفجر بعد قضاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشرقت أنواره وأتى البشير يزف بشرى أحمد. سيدي يا رسول حبيب الله يا رسول الله يا رب صلي على النبي محمد مقبولة تهدى له يرضاها بيت النبي أحق أن تهواها ونحن من نور. يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا حبيبي كن شفيعي يا رسول الله يوم يؤخذ بالنواصي نصلي عليه كما عودنا الله في مثل تلك الإشراقات فنقول جميعا صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ مصرنا واحفظ أمنها وجيشها وشعبها يعلموا حق اليقين أن رب العالمين أوجب الصلاة عليك. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب إذا عدم الحبيب
والطبيب إذا عز الطبيب، راحة القلوب إذا اشتدت الكروب، سر الدواء وأصل الشفاء، وعناية السماء ومصدر الرجاء، صلى الله عليه وعلى آله الأوفياء وأصحابه الرحماء، صلاة محيطة بجميع الكمالات عالية على سائر الصلوات، تطهرنا بها يا ربنا من غرور النفس وشواغل الحس وسيئات الذنوب وخائنة الأعين وما تخفي الصدور، صلاة تغفر لنا بها جميع الزلات والهفوات، وتسترنا بها يا ربنا في الحياة وبعد الممات. استمعنا إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ كمال أبو عرب، اختتمنا بها فقرات ليلتنا هذه الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هنا في مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن تؤتي هذه الليلة ثمارها فينا جميعا، وأن تترك فينا وفي جميع من تابعونا وجميع الحاضرين أثرا إيجابيا، علنا نرجع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم من حب وإيثار وتعاون وتكافل لنكون خيار الناس عند الله تعالى. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. كلمة أخيرة، دار الحوار جميعا في هذه الليلة حول أن الكلمة لها أثرها في الجار وفي الزميل وفي القريب، الكلمة الطيبة، وأن نمنع عنه الأذى، فما بالكم بمن يأكل حق جاره بأكمله، يأكل حقه. اجعلوا هذه الليلة، ولعل منذ دقائق أستاذنا الدكتور عبد الفتاح أخذ علينا العهد جميعا أو نصحنا بأن نأخذ العهد على أنفسنا أن نتوب ونرجع ونحسن إلى جيراننا، فمن منا أو منكم كان آكلا لحق جاره فليرجع، ومن منا أساء إلى جاره بكلمة فليرجع عن إساءته، من كان منا حاسدا لجاره فليرجع عن حسده، من مكر لجاره أو كاد به فليرجع عن مكره وكيده، وإلا فضع في قرارة نفسك أن جارك هذا عسى أن يكون بينه وبين الله سر فيكون الله معه وعليك، وهنيئا لمن كان الله معه، ويا ويل من كان الله عليه، أعاذنا الله جميعا وإياكم. أيها الأحباب، في ختام ليلتنا هذه نيابة عن حضراتكم، أتقدم بخالص الشكر والتحية والتقدير لضيوفنا الكرام، وأشكر حضراتكم على هذا الحضور الطيب والاستماع الجميل الرائع المشرف. شكرا لحضراتكم، شكرا لفريق العمل الموجود معنا من السادة الأفاضل الزملاء بوزارة الأوقاف، شكر الجزيل لمن قاموا على هذا العمل وأشرفوا عليه ودعوا إليه وقاموا به، أسأل الله لنا ولهم الإخلاص والقبول. نترككم في رعاية الله، نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.